اوكي، مرحبا معكم استاذ راني احمد. هذا هون شرح ب لغه تي سي ال تي كي. راح نحكي اكثر كمان عن المره الماضيه عن تيبل ليست، وكيف نستعمل ملف بنسميه بالانجليزي سي اس في اختصارا لكما سيبريتد فاليوز فايل. اوكي، سو كما سيبريتد values file. اوكي، هذه هي CSV. تمام. هلا الفكرة انه انا بيكون عندي ملف نصي صافي. اوكي، كل هدف منه انه كل سطر فيه بنقطعه بفواصل. اوكي، عشان هيك كما separated، مفصل بفواصل. القيم كلها هون فصل بفواصل، فانت لما تطلع هيك بتحس حالك عم تطلع بجدول، وفعلا جدول. اوكي، طيب هلا اللي راح نعمله نحن انه راح نعبي التابل ليست هاي زي ما شايفينها هيك. تمام، راح ناخذها سطر سطر ونقطع الفواصل فيها ونحطهم، ونحط الكلمات اللي بين الفواصل هدول بمحلاتهم، مثل كأنه هون بدي احوله لهيك، بس كان عم بعمل برنامج اكسل بسيط. اوكي، بس مبدئيا يعني مش انه عن جد عم بدي اعمل اكسل، انا بعمل بس هيك الشغله اللي بتعمل لي الشغله هون كأنه عم بعمل ملف اكسل. هو الاكسل اصلا فيه يطلع لك هيك ملف، يعني اذا حبيت عندك ملف اكسل اعمدته، بس فيك تفصل صوت تحوله لملف سي اس بي، تحفظه ملف سي اس بي. طيب، حتى اذا بدك كمان بليبر اوفيس كالك نفس الشيء، كالك واكسل واحد. طيب، نفس الفكرة. طيب، هذا هو الكود. هلا مبدئيا شو بعوز انا؟ بعوز ب تي سي ال تي كي انه اطلع عندي زر التابل ليست، اعمل لها باكج ريكواير. اوكي، هلا عندي هذا البروسيجر سيرش تيبل، بس مجرد اكبس على زر السيرش تيبل اوكي بيعبي لي الجدول هون. هيا بس اعيد الكود وبعبي، دغري بقراه بيعبي لي. طيب، هلا رح نشرح الفانكشن هذا بروسيجر هاي، لكن مثل المره الماضيه هيك بنعمل جدول. اوكي، لا تنسوا هدول كل وحده منهم هي اسم العمود. اوكي، ريكورد اي دي، قارنوهم ببعض يعني انتم بتفهموا، هاي اسماء الاعمده هون. اوكي، والفراغ اللي بيمكن بالافتراض ينشاف منه كم حرف. اوكي، يعني هون معمول بوسع 20، بوسع 20، هون بوسع 10 احرف. طيب، عندي الكي وورد انتري هو موجود تمام، ولكن انا كنت اقول انه معطله، شغال بس معطل بحيث من حيث الكود غير مستعمل. بعدين عندي البطن سيرش. اوكي، فاذا هذا هو زر البطن تحت، طبعا هو هينفذ لي البروسيجر اللي هون اللي هي always on top، دائما فوق. وبعدين طبعا الباك بتحط لي الاشياء على النافذه اللي هي التابل ليست والكيورد والسيرش بوتن. طبعا تابل ليست، الكيورد والبوتن. اوكي، ف بالتالي بدنا نشرح هلا البروك كون. فاذا عندي هون ماي تيبل ليست ديليت اند، يعني هون بدي فضي قبل التيبل ليست كلها من الصفر للاخر، يعني من اول خانه فيها، من اول عمود، اول سطر عفوا فيها للاخر. تمام، وبعدين اذا، لانه اذا ما عملت هيك بتصير تسحب الملف كذا مره، كل ما بتكبس على السيرش تيبل بتصير تضيف تضيف تضيف، مش بتصير يعني القديم. اوكي، بترد يعني بترد تكتبه مرتين للملف بنفس التابل ليست. اوكي، بصير زيادة بس ليش؟ لأنه أنا عامل هون ضلك ضيف على آخر الليستة. اوكي، السطور اللي بتنقرأ من الملف. طيب، هلا المهم على السريع، في عندي set fp open test csvr. هاي الاوبن هو أمر بيفتح لي الملف النصي test.csv اللي هو هذا. اوكي،
طبعا انا حاطط الملف السكريبت والملف السكريبت وملف السي اس في بنفس المكان، كيف بنفس المجلد. وبعدين هذا الاف بي بيطلع كيف دول زي الهاندل او العنوان اللي بيدلني على مكان الملف، اوكي، بس من الذاكره، اوكي، انه هو الطريق، هو المرشد للملف، اوكي. هلا يعني التي سي ال راح تستعمل هذا لتقدر تدخل على التست دوت سي اس في، اوكي. هلا بتقرا المتغير الاف بي، اوكي، فايل او الفايل بوينتر، اوكي، مؤشر ريد يعني بكبل لي كل الملف بالذاكره، وبكون بيقرا لي كله من اول حرفي لاخر حرفي، اوكي، بغض النظر عن شو ما فيه هو. طيب هلا فيني يكون مثلا اذا بدي بحط هون داش نو نيو لاين، هيك بصير بتجاهل علامات كسرة السطر اللي هي سلاش ان، تمام. يعني على اساس انه لو افترضنا انه كل سطر اذا في يعني هي ما بتشوفها، بس في حرف وهمي او ما بينعرض، هو موجود بس حرف ما بتشوفه هو سلاش ان، اوكي، اللي بيرمز لكسرة السطر، سطر جديد يعني. المهم انا بقرا كله للملف وباجي بعمل تكسير للمتغير هذا كلياته للائحة من كل عنصر فيها هو سطر لحاله، فانا عم استعمل سلاش ان لتكسر المحتوى تبع الذاكرة المقروءة من اف بي، اوكي. فبحطها بلاينز بمعنى سطور، اوكي. هلا for each line باللاينز يعني لكل سطر بالسطور، اوكي، شو بجي بعمل؟ بقول له set row، set table row، جيب لي سطر في هال الجدول اللي هو حيكون التابل ليست اللي عندي هون، سطر سطر كل واحد سطر سطر سطر، اوكي. وبعدين بكسر بكون على اساس انه السطر الواحد مكسر بفواصل اللي هي الفاصلة المنقوطة فوق، اوكي. هلا لانه اذا ما عملت هيك بتلاقيها شو بتلاقيها، يعني خلينا نفرجيكم، اوكي، خلينا نقول نحط هيك، طفي هيدا، نحط لاين هون بس، اوكي. هلا اذا عملت شغلت الكود، عملنا سيرش، شايفين كيف ما كسرهم؟ لازم كسرهم، لأن إذا ما كسرتهم ما بياخد كل عنصر من اللاين اللي هو بعد تكسيره بصير في عندي لستة كل كلمة بتكون على أساس إنه الفاصلة بين كلمة وكلمة هي الفاصلة المنقوطة، أوكي، ما عادش بصير يحطهم بمحلاتهم، تمام. إذا لازم أرجع أفتح هاي وأشغلها وبترجع زي ما كانت، شايفين كيف؟ هذا هو الفرق. طيب خلينا نكمل. هلا اذا بتعمل هذه الحركه على كل سطر بسطره جاي من اللاينز، تمام. هلا شو قصه هدول اللي انا حاطهم تحت تعليق؟ يعني هون عم اقول لك انه لو عفرض يا اخي بدك انت من الكسرات هدول، خليني بس هون حط كنترول ار بس ادور على فيلدز غيرها لا فيلد الى تيبل رو، لانه هي مفروض تكون هيك، تمام. هلا مفروض انت شو تقول؟ انه لو انا بس بدي الاي دي او النيم او البرايس، يعني بكل خانه خانتها، اوكي. شو بعمل؟ بجيب الاندكس، الاندكس بتجيب لي اول، بتجيب لي العنصر اللي بدي اياه يعني او السطر او الكلمه اللي بدي اياها من السطر الفلاني، اوكي، او الخانه اللي بدي اياها من السطر الفلاني من ال تيبل ليست، اوكي، او اللي حيكون على التيبل ليست. ف اول وحده بتكون على الصفر، ثاني وحده بتكون على الواحد، الثالثه على ثلاثه، ولا مجرى، اوكي. فبصير عندك النيم بالواحد، البرايس على اثنين، وهيك، اوكي. فانت قارن، لاحظ هون، هي عشان شو بعدين؟
إذا حبيت تستخدم أنت keyword entry وتصير تستعملها في البحث وتنفذها على ال ID أو ال name أو ال price، بتصير تعمل بحث على هذا الأساس. أوكي، طبعا مع أمر اسمه regexp أو أمر تاني، كمان في واحد regexp مخصوص ل lists. طيب هلا باختصار اللي هو كان هلا ذكرت اسمه السيرش. باختصار انه هذا هو الدرس. اوكي، ارجو تكونوا استمتعتوا معنا فيه، وارجو كمان انه تكونوا استفدتوا. كمان لا تنسى تكبس على زر السبسكرايب، تنساش تكبس على الاعلانات طبعا السبسكرايب عشان تضلك تتابع معنا، وكمان عندك التعليقات، لا تنسى تكتب لنا أي تعليقات أنت تحتاجها. شكرا جزيلا، سلام. لا تنسى تشوفنا وتتابعنا بمواضيع أخرى. سلام.